نحتفل اليوم بانطلاق مهرجان الموسيقى 23 تزامناً مع مرور 50 عام على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون، لتأخذ الدولة على عاتقها الدور الرئيسي في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية ضمن رؤية واضحة تعمل على رعاية الثقافة والآداب والفنون والنهوض بها وإفساح المجال أمام الاتصال والتواصل مع الثقافات العربية والعالمية، إضافة للعناية بشؤون الثقافة والفنون والآداب، حيث يتحمل المجلس أعباء تنمية وتطوير الإنتاج الفكري وإغناءه وتوفير المناخ المناسب لعملية الإنتاج الفني والأدبي، والعمل على اختيار الوسائل لنشر الثقافة والفنون الجميلة. والآن يتفضل رئيس المهرجان الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ مساعد الزامل لقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. السيد ممثل راعي الحفل الدكتور محمد الجسار الأمين العام بالإنابة، السادة الوكلاء والأمناء المساعدون، سعادة السفراء لدول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء البعثات الدبلوماسية، ضيوفنا من دول الخليج الشقيقة، ضيوفنا من أساتذة عالم الموسيقى والشعر والفن، أستاذنا المكرم والمحتفى به، جمهورنا الغالي، جمهورنا العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الاستثنائية نحلق جميعا في سماء الإبداع، ومع عشاق الموسيقى نصعد سلالم الفن لتلامس أرواحنا صفاء الذهن. فالموسيقى كما وصفها إفلاطون بأنها قانون أخلاقي، فهي من تعطي الحياة للروح والأجنحة للعقل، وتنقلك إلى الخيال، وتلهم السحر والإبهار بالحياة وكل شيء من حولنا. وها نحن اليوم في افتتاح مهرجان الموسيقى 23 نحتفي بمن لامس قلوبنا، ونكرم من ألهمنا بفنه وسحرنا بموسيقاه، الفنان والإنسان الدكتور عبد الرب إدريس. هنا يأتي دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في تعزيز أصالة الثقافة والفنون والآداب بشكل عام والموسيقى بشكل خاص، من خلال الاحتفالية الخاصة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمرور 50 عاماً على تأسيسه. نؤكد ونعزز ونثمن جهود العاملين في شتى المجالات الفنية الموسيقية الذين لامسوا القلوب وهيجوا المشاعر وتركوا بصمة في الوجدان، كعمق بحر الفن، كجمال عشق فنان، كروح تصالحت بجسد، نبض حبا وأشجان. ولأننا على يقين بأن الموسيقى جزء من الجمال ووهج من الخيال، نجدد العهد بالحب وفخامة الإحساس، نقولها دوماً ونتغنى بها دهراً: لا حياة بلا موسيقى، ولا موسيقى بلا حياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأمين العام المساعد في قطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون رئيس المهرجان الأستاذ مساعد الزامل على هذه الكلمة المميزة. في كل عام دأب المجلس الوطني
للثقافة والفنون والآداب من خلال هذا المهرجان على تكريم أسماء مهمة لها مكانتها الموسيقية على المستوى الخليجي والعربي. ضيفنا الكريم الكبير المكرم في هذه الليلة هو العابق بطيبته وتواضعه، موزعاً رسائل إلى كل العشاق والمحبين، متجولاً معهم في غنياته إلى فضاء فني مفعم بالإيقاعات الأصيلة. رافق كبار المطربين وعاصر أشهر صناع الأغنية التي ذاع صيتها في شبه الجزيرة العربية. غنى من الحالة الكثير من المطربين العرب، فكان إضافة لهم، فقدم مع العمق الموسيقي لفكرة اللحن البساطة التي جعلت من أعماله ماركة مسجلة باسمه، تجعل حتى المستمع العادي يميز ألحانه عن سواه. ذكائه وحنكته وحرفيته جعلت من موسيقاه سلعة نادرة استطاع أن يقلب ويجمل بها أصوات المطربين الذين تعامل معهم. فمن يطلع على أغنيات كبار المطربين سيجد دكتور الرومانسية بها من دون تشابه، الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس. نترككم الآن مع هذا الفيلم القصير. مع اختلاف الآلات الموسيقية وتنوعها، في منها الآلات الوترية وفي منها الآلات الإيقاعية وغيرها الكثير والكثير من الآلات، ولكن شو اللي يميز هذه الآلات؟ الموسيقار، بحيث يدمج كل هذه الآلات مع بعض ونسمع نغم جميل جداً. ولابد أن الموسيقار يكون شخص متميز، وفعلاً هذه عادته، التميز والإبداع. وما ننسى دعمه للشباب بالدرجة الأولى. وعادل غير في تعامله، غير في هدوءه، غير في إبداعه. خط هذا مال عبد الرب إدريس، يعني لا تقول لي ولا أقول لك، أنا استفدت منه كثير. عبد الرب إدريس إبداعات، تاريخ. عبد الرب إدريس الموسيقار والدكتور اللي أثرى الساحة الفنية الكويتية والخليجية والعربية. عبد الرب إدريس ملحن وفنان استثنائي، يعني لو بتكلم عن هالقامة الفنية الكبيرة هذه يبي لي شرح طويل إذا بتكلم عنه. أكيد اسم كبير وفنان كبير ولا تاريخه، وأنا أظن أنه هو سوى نقلة في الموسيقى الخليجية، يعني نقلها إلى مرحلة جديدة من خلال الألحان اللي قدمها مع أغلب الفنانين في الوطن العربي كامل. هذا حمل كبير أني أقوم و يعني أنفذ حفل كبير لفنان قام صراحة حفل مدته ما يقارب ساعتين إلا شوي قليل في حقه. الدكتور عبد الرب إدريس من مواليد سنة 1946، مطرب وموسيقار سعودي، درس الموسيقى في القاهرة ونال درجة الدكتوراه، وبالسبعينات عمل كمعيد في المعهد العالي للفنون الموسيقية في دولة الكويت. ولكن الدكتور عبد الرب إدريس ترك بصمة في الأغنية الخليجية من خلال الألحان اللي قدمها لعدة فنانين، غريب للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر الله يا خوفي، للفنان نبيل شعيل المسافر راح، للفنان راشد الماجد، واليوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مهرجان الموسيقى الدولي في نسخته 23 يتم تكريم هذه القامة والهامة الفنية الدكتور عبد الرب إدريس. وأعتقد أن لما اشتغلت مع دكتور عبد الرب وجدت أنا الخط اللي أنا أبيه في أغنية غريب. العمل معاه ممتع، متعب إيه، بس ممتع، وكنا ناخذ ايام في الشغل يعني، ويحب التفاصيل، يحب
شغلات صغيرة يعني، مو بس يطالع شكل، لا شكل وداخل المكتوب شنو. موسيقار، موسيقار عبد الرب، ما كلمة ما تكفيها أمانة، كل الكلام الفني والكلام الإنساني ما راح يكفيها. وقف مع الكل وقدم نصائح حق الكل وساعد الكل، أمانة هذا يعني لنا الكثير، يعني حق كل الفنان. باختصار احسب الجيات، اعترف لك، مرني انا رديت لعيونك، اسم الله حولك، ام الثلاث اسوار، غاليه رايات الوطن. عن الرياضه يعني قدم لنا اغاني ويا عبد الكريم عبد القادر خالده. عبد الرب ادريس يستحق كل ثناء ويستحق كل شكر على هالمسيره الفنيه اللي قدمها ويا عبد الكريم عبد القادر. انا من علاقتي ويا عبد الكريم عبد القادر يعني استمرت من 25 سنه الى 26 سنه، على طول يذكر عبد الرب ادريس الدكتور، على طول ويثني على الدكتور عبد الرب ادريس. قدم اعمال ما تموت معانا للحين، عايشه ويانا ونسمعها من يوم احنا صغار وكب كبرنا عليها وحبيناها ولازلنا نحبها. يعني صراحة صعب إني أوصف أبو عادل الدكتور عبد الرب إدريس في كلمة. صراحة قامة كبيرة، امتداد للفن كبير، لمحنين كبار أمثال محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، القصبجي. الفترة اللي فيها أبو عادل نقل الأغنية الخليجية من شكل لشكل، مؤثر جدا على الملحنين الشباب اللي ذاك الوقت واللي طلعوا بعده، وايد تأثيره واضح. يعني احيانا تسمع جمل من الشباب تقول هذا ابو عادل. ابو عادل واحد من اهم الملحنين اللي اضافوا للاغنيه الخليجيه عموما والكويتيه خصوصا. هو عارف شنو بيسوي، عارف الخطه اللي راسمها للمطرب، ولذلك تشوف اغلب اغانيه او يعني خلينا نقول 90 او 100% من اغانيه مؤثره. اقول له الدكتور عبد الرب انت تستحق التكريم وتستحق يعني حتى يعني اكثر من التكريم. اقول لك يا دكتور شكرا على كل اللي قدمته لنا، شكرا على ابداعاتك، شكرا على الروائع، شكرا على التاريخ والاشياء اللي سطرتها في هذا المجال، الف شكر لك. وان شاء الله الله يحفظه ويطول بعمره، وان شاء الله مسيره دائمه بالنجاح يا رب. كل الشكر للدكتور الموسيقار عبد الرب ادريس على عطائه الفني للكويت والخليج والاغنيه العربيه. يستاهل التكريم، وان شاء الله الله يقدرنا ونقدم شيء اليوم بالحفل نبذه بما قدمه. عبد الرب بالنسبة لي أنا عبد الرب أخو روحي، صديق، مو صديق، أخو 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 حيل، يعني أخو حيل. موس تستاهل يا أبو عادل التكريم، تستاهل كل شيء طيب. أنت إنسان جميل، إنسان محب، وأنا سعيد إن الكويت والمجلس الوطني يكرمونك، وتكريمك تكريم لنا كلنا. مشكور يا ابو عادل، مشكور يا ابو عادل. شوفك بعد السالفه هذه. ها الله يطول لنا بعمرك، وان شاء الله يا رب نشوف مزيد من العطاء للفن الخليجي والعربي. اليوم كلنا نقول لك شكرا، كل الموجودين اليوم في هالقاعه يقول لك شكرا، خلف الكواليس جمهورك وانا واحد منهم نقول لك مشكور وما قصرت، قدمت وما زلت تقدم وانت رمز من رموز الفن الخليجي والعربي. فليتفضل معنا ممثل راعي الحفل سعاده الامين العام للمجلس الوطني للثقافه والاداب والفنون بالانابه الدكتور محمد الجسار، والامين العام المساعد لقطاع الفنون
في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ مساعد الزامل مدير المهرجان لتكريم نجومنا الليلة المشاركين في حفل الموسيقار عبد الرب إدريس. تفضل الدكتور. كيف تفضل الأستاذ مساعد؟ تفضل. بداية معانا مطربين أبدعوا وكان لهم اسم في الساحة الفنية الخليجية والعربية. نبتدي مع الفنان المطرب صاحب الإحساس فهد السالم. يستاهل فهد، خليك معنا. المطرب بدر نوري. والمطرب المميز مساعد البلوشي. ويانا بدر. والآن فليتفضل المايسترو الدكتور أيوب خضر. يستاهل. والآن تتفضل شخصية المهرجان الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس. منو فينا ما يعرف ليلة لو باقي ليلة؟ حبيبي يا كثر طيبة وكل دقة قلب، وعلى المستوى الألحان كلك نظر واعترف لك هذا أنا. تأخرتي، المسافر راح، والكثير من الأعمال لو بنقولها يبينا سهرات وسهرات. يستاهل الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس. يهدي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لوحة تذكارية بريشة الفنان الرائع أحمد مقيم. نشوف هذه اللوحة الجميلة. تفضل. استاهل. استاهل مبدع. الله. استاهل. ودا سنتر، حطها بالسنتر. يلا يعطيكم العافية. ايش رايك باللوحة دكتور؟ تستاهل. كانت بريشة الفنان أحمد مقيم هذه اللوحة الجميلة التذكارية التي أهداها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى مكرمنا هالليلة والليلة الجميلة بقيادة الموسيقار عبد الرب إدريس. نأخذ كلمة من الدكتور.
تفضل دكتور. تفضل دكتور. مساء الخير. اولا انا ما اعرف اتكلم منين ابدا صراحه، كل اللي قال فيه انا اشعر انه يعني ما قدمت الا شيء بسيط من في حياتي يعني من هذا، واحساسي بان اللي بقدمه هذا يعتبر جزء من اللي احمله للفن وللناس وللاحباب واحمله لمنطقتنا كلها، يعني كل منطقتنا اللي انا عشت فيها سواء كان في الكويت او في السعوديه او في اليمن او في اي مكان، انا احس انه لازلت مقصر في ما اقدمه، يعني نظرا للظروف اللي مرت في حياتنا وكذا، الواحد يظل يحس انه مهما قدمنا تجد نفسك لازلت مقصر في اشياء كثيره، لان الانسان يحمل كثير من الافكار ويحمل كثير في حياته انه يطور شيء من الأعمال الغنائية والفنية اللي أنا تربيت عليها وأنا صغير، يعني كنت أسمع أعمال كثيرة من كل أنواع الأعمال بسمعها، يعني سواء كانت محلية أو أجنبية كنت بسمع أشياء كثير من الأغاني الأجنبية، فكنت مولع بهذه الحاجات كلها، فدي الحاجات حطت عندي يعني أشياء ما نعرف، يعني أمشي حتى في الشارع تجدنا أغني ولا أغني بشيء شغلة بسيطة كده، فبالتالي خلاص حبيت هذا المجال وتعبت فيه وسافرت فيه وتعلمت فيه وتبهدلت فيه، يعني لابد نقول الواقع، يعني حقيقة الواحد يسافر يكون في أوضاع معينة مثلا في حياته، ولكن يصر على أنه يمشي في هذا المجال للوصول إلى ما هو يتمناه، يعني وربنا وفقنا أنه كثير، ووجدت الدعم من حبايبنا هذول الناس اللي موجودين الآن معانا، كل ما احنا نعملنا شيء وجدنا هذا التجاوب الجميل يفتح لنا مجال في ان احنا نعمل اكثر واكثر واكثر، هذه الحياه، يعني اذا ما كنا نحن نتعاون في سواء كان فن او من كان في اعمال معينه ولا شيء، فهذا اللي يعطينا الدفعه لان نعمل اكثر واكثر في حياتنا. اتمنى انا ما اطيل عليكم الكلام، فانتم اكرمتمونا يعني بوجود الليله معاكم، يعني صراحه الكويت الليله أنا أعتز بهذه الليلة الجميلة اللي أكرمونا فيها بهذا الاحتفال الكبير صراحة، يعني حقيقة ولا أحب أن أطيل لأنه معانا كلام كثير في هذا الموضوع، يعني سواء كان في الكويت أو في الخارج في السعودية أو في الخليج أو في أي مكان، الموضوع كبير ويحتاج له كتاب واحد يعمل فيه، يعني فأعتقد أنه أنا بأختصر هذا الموضوع عشان ما جينا نتكلم، جينا نسمع أشياء جميلة منكم ومن الفنانين ونستمتع، يعني أهم شيء الواحد يستمتع، والكلام سيظل معنا كثير إن شاء الله بإذن الله، يعني شكرا جزيلا لكم. أشكر قبل أن أشكر الهيئة العامة التي قامت بهذا المهرجان والتي قامت بتكريم سواء كان لي أو للآخرين، يعني شيء يستحق أن احنا فعلا نهتم بهذه الأشياء وتكون لنا دافع في أن نستمر في خطنا ونستمر في أحاسيسنا الجميلة هذا للناس عشان نسعد الناس ونسعد أنفسنا احنا نفس الشيء، أنه احنا تعلمنا ما تعلمنا عشان نخلي العلم في صدورنا، تعلمنا عشان نعلم الناس الآخرين ما احنا وصلنا إليه، يعني وكيف وصلنا، هذه مسائل كثيرة يعني تحتاج الواحد يتكلم فيها، كيف وصلت وكيف رحت هناك وكيف رجعت وكيف تأخرت، يعني فيها أشياء محتاجة إلى يعني كتاب نكتب عنها يعني صراحة. فأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وألف شكر للذين حضروا صراحة، يعني أحرجتونا يعني الليلة، ربنا يوفقنا جميعا. شكرا. شكرا إلى شخصية مهرجان ضيفنا المكرم الليلة الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس، شكرا لكم. تفضل دكتور. أدري أنكم جايين الليلة تستمتعون بالأغاني وتنطربون مع مطربيننا الليلة، ويستاهل هذا التكريم الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس، تكريم الفنان الحقيقي بحضوركم، وانتم اليوم ما قصرتوا، هذا الحضور اللي يشرف، و
وانتم الجمهور اللي احنا نفتخر فيه واللي دائما نرفع الراس فيكم. قبل ان نبتدي حلقه الليله وحفلتنا راح اترككم مع الفرقه الموسيقيه. تفضلوا. العمر لحظة حبيبي خلني أحيا
على ماضينا الحنون، من يغير في كلامه، من ينسي الظنون، من يعيد الابتسامه على ماضينا الحنون، من يغير في كلامه، من ينسي الظنون، نسي لساني كلامي وزاد حزني بالسكوت، الامل شوقي وغرامي ينتظر ولا يموت، نسي لساني كلامي وزاد حزني بالسكوت، الأمل شوق وغرامي ينتظر ولا يموت، غريب غريب مثلك علي
Thank you.
غيرك تبيني عشق الهم اللي فيني فيني هذا إن كانك تبيني شكرا. شكرا لك. محتاج لها
تروي حياتي بهمسة. أخايل رسمها
أمشي بشوق بشوق دايم مخايل رسمها هي الحياة بالنسبة لي هي الحياة هي الحياة بحلوها وبمرها محتاج لها عليك
بالليالي في غيابك سهرني الحزن رسم بعيني والقدر بينك وبيني الحزن رسم بعيني والقدر بينك وبيني
وتعلمت يكفي ما تعلمت وتعلمت
يا طير
الأسرار تخفينا نظراته حتى صدل على حاير على Thank you.
شكراً على حضوركم الجميل، نورته وشرفته. أشكر الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مايسترو أيوب خضر، شكراً لكم جميعاً.
حفلتي انت اتبعك باحساس اتبعك باحساس وين ما رحتي وكنتي حفل لوناس حفل لوناس وانا حفلتي انت اتبعك باحساس اتبعك باحساس وين ما رحتي وكنتي نظرتك بشوق ناديتك بشوق نظرتك بشوق وناديتك بشوق لا ترخي الراس زيد النور لا هنتي لا ترخي الراس زيد النور لا عذبني الا انتي
شكرا شكرا. نعيد بعض الشيء من ليلى. ليلة وباقي ليلة بعمري أبي.
واسهر في ليلة عيون في ليلة عمر في ليلة العمر أنا أبديه العمر وليلة